السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة، كم أذهب الصباح من هم وكم أوقظ من فرح، ويجعل أيامكم دائما فرح وسعادة بإذن الله تعالى. وأصبح بالخير على زميلتي غادة، نقولها صباح جوار يا غادة. يسعد صباحك عبد الرضا وصباحكم خير مشاهدينا الكرام، ونسعد دائما بتجدد اللقاء معكم بحلقة مميزة تحتوي على العديد من الفقرات واللقاءات والتقارير المميزة. شو عندنا اليوم عبد الرضا؟ راح نتكلم عن القصور في وظائف الكلى، وطبعا راح يكون إن شاء الله معنا الدكتور حمد مهدي بابهاني اختصاصي أمراض الدم ويعني الأمراض الباطنية في مستشفى جابر، وأيضا حلقتنا الظاهر اليوم كلها راح تكون طبية لأن أيضا عندك حديث عن الطب. أكيد راح نتكلم عن المضادات الحيوية اللي قاعد تستخدم يمكن بطريقة خاطئة، ويمكن الناس قاعد تطلبها بطريقة كذلك خاطئة، فإحنا نقول لكم ديروا بالكم. اليوم راح تكون معنا الدكتور أنوار النجار استشاري طب العائلة حتى توضح متى ممكن نستخدم المضاد الحيوي، شنو فائدته، شنو هي أضراره، شنو الآثار الجانبية منه. كل هذه المعلومات إن شاء الله رح ناخذها من الدكتور أنوار، ولكن بعد الصحافة إن شاء الله بعد الفاصل. حياكم الله. حياكم الله من جديد مشاهدينا إلى عناوين الصحف لهذا اليوم، نبدأها بصحيفة النهار. ممثل سمو الأمير ترأس وفد الكويت والقادة دعوا إلى تعزيز دور المرأة والشباب في الاقتصاد. قمة الرياض مواجهة جماعية لكل التحديات. البيان الختامي للقمة الخليجية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة واحترام مبدأ السيادة. إعلان الرياض سياسة خارجية موحدة وفعالة. نروح للجريدة. باسل الصباح لم نرصد أي إصابة جديدة بأوميكرون. استمرار وضعنا المستقر والتطعيم والكمام سلاحنا لمواجهة المتحورات. وزير الصحة تفقد إنشاءات مستشفى العدان الجديد ومواعيد إنجازه. دعم المخترعين، لقاءات مع هيئات رسمية وأهلية للتعريف بالابتكارات الكويتية. أمينة الصندوق في الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار شيخ القطان. الكويت تشهد بشكل متزايد تسجيل اختراعات جديدة. القبس واخترنا منها. الهلال الأحمر، القيادة السياسية تدعم مسيرة العمل الإنساني. العبد الجليل، المقتنيات التراثية تحيي تاريخ النهضة. الكويتية، الطيران المدني تتطلع إلى توسيع شبكة تشغيلية لمطار الكويت الدولي. نزاهة، إيمان كويتي كامل بضرورة التخطيط الاستراتيجي لسياسات منع الفساد ومكافحته. الأنباء، الهيئة وقعت عقدا لتطوير نظام جودة الهواء مع الأبحاث بقيمة 3 ملايين دينار. مدير عام الهيئة العامة للبيئة، المحافظة على جودة الهواء أساس عمل البيئة. بيت الزكاة، أكثر من 1,600,000 مساعدات مالية خلال نوفمبر. نشوفكم إن شاء الله مع لقاءاتنا بعد الفاصل.
صباحكم خير دائما وأعزائي. القصور في وظائف الكلى هو من الأمراض المزمنة وينتج عنه توقف أو ضعف شديد لإحدى الكليتين أو كلتيهما عن العمل، وبالتالي طبعا تفقدان القدرة على القيام بعملهما بشكل فعال، فينتج عن ذلك عدم قدرة الجسم على التخلص من السموم والسوائل الزائدة عن الحاجة. ذلك يؤدي إلى حدوث اختلال في وظائفها وينتج عن ذلك العديد من المشاكل الصحية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالدكتور حمد مهدي بابهاني، اختصاصي أمراض باطنية وأمراض الكلى وضغط الدم في مستشفى جابر الأحمد. صباحك الله بالخير دكتور. صباحك الله بالنور، مشكورين وما قصرتوا والله يسلمكم. حياك الله. ودنا في البداية دكتور بس نتكلم عن ما هي الأمراض التي قد تصيب الكلى وبالتالي لعلها تسبب قصور في وظائف الكلى عند البعض. أكثر الأمراض الشائعة اللي تسبب القصور اللي نشوفها بشكل عام هي أمراض الضغط وأمراض السكر، خصوصا إذا كانت معدلات الضغط والسكر مو منتظمة بشكل طبيعي. هذا يؤدي إلى حدوث خلل في وظائف الكلى المتعددة، ما يؤدي إلى قصور تدريجي يتطور مع الزمن خلال السنين. هذه أكثر الأسباب الشائعة. في أسباب ثانية تكون أقل من هالأسباب، بس الإسراف في أخذ بعض أنواع الأدوية، نفس بعض أنواع مسكنات الألم، وهم المضادات الحيوية إذا الناس خذوها بكثرة وبإسراف قد تؤدي إلى حدوث خلل في وظائف الكلى وتأثيرات سلبية داخل الكلى، ما يؤدي إلى حدوث قصور في وظائف الكلى. لما نقول قصور أو مرض الكلى ما المقصود به؟ يعني ما هي، هل هناك أنواع متعددة من الأمراض التي قد تصيب الكلى أم هو فقط قصور وفشل؟ قصور، مرض قصور وظائف الكلى هو هي كلمة عامة، هو عبارة عن خلل في وظائف الكلى المتعددة سواء من تنقية الدم أو المحافظة على نسبة السوائل والأملاح بالجسم، وهذه تكون نتيجة حدوث عوامل سلبية أو تأثيرات سلبية داخل الكلى. إحنا العادة نصنف القصور نوعين، قصور يكون حاد يحدث بوقت قصير وبشكل سريع، أو قصور مزمن يتدرج أو يتطور بشكل تدريجي خلال السنين. الأسباب تختلف بالحالتين، بس بالقصور المزمن يكون شوية صعبة أن نرجع الكلى لحالتها الطبيعية الأولية، فتكون الهدف من علاجه بس أن المحافظة على النسبة المتبقية من وظائف الكلى عشان نحاول نمنعها أن تتطور إلى درجة الفشل الكلوي مثلا. طيب شلون الواحد يعرف أن عنده مشكلة في الكلى مثلا؟ هل هناك أعراض واضحة أم لعل بعضها خافي في البداية؟ للأسف ماكو أعراض تدل أو خاصة في أمراض الكلى تدل على وجود مرض في الكلى، خصوصا في المراحل الأولية. أغلب الأعراض اللي تصير تكون عامة تحدث بأي مرض، والعادة تصير بالمراحل المتقدمة من قصور وظائف الكلى. مثلا عندنا الخمول، الإرهاق، فقدان الشهية للأكل، اللوعة أو الغثيان، هذه أعراض عامة تحدث بأي مرض. واحدة من أسبابها تكون في قصور في وظائف الكلى، بس تحدث في المراحل المتقدمة اللي يكون شوية الوقت أو الوضع متأخر أن نعالج أو نحاول نرجع الكلى لحالتها الطبيعية. بالعادة نكتشف وجود مرض في الكلى عن طريق عمل فحوصات الدم وتكرمون فحوصات البول. أكو فحص خاص نسميه فحص الكرياتينين، هذه مادة تنتجها الجسم أو ينتجها الجسم عن طريق العضلات، والكلى تتخلص بجزء منها عشان تكون في نسبة معينة في الدم. إذا زادت النسبة شوية خلينا نفكر هل في قصور في وظائف الكلى ولا لا. طبعا نسوي فحوصات نشيك فيها اذا في زلال او بروتينات بالبول او في وجود دم، هم هذه تدل على وجود تغييرات سلبيه داخل الكلى قاعد تحدث. طبعا اذا كان النتائج هذه غير طبيعيه نسوي فحوصات اضافيه عشان نكتشف شو الاسباب الاساسيه لها. متى يتوجب على الانسان انه يعني يفحص انه اذا عنده مشكله او لا؟ هل في عمر معين مثلا؟ او كما ذكرت ان الاعراض عامه، فبالتالي شلون يدري بان الحين لازم انا اروح اشيك؟ خوش سؤال. العادة الإنسان اللي ما عنده أمراض مزمنة ما ننصحهم إنه يشيكون فحوصات دم والبول بشكل دوري. لكن الناس الأكثر أو اللي عندهم عرضة أكبر إنه يصابون بأمراض الكلى، نفس اللي يعانون من ارتفاع الضغط والسكر، العادة ننصحهم أن يقومون يجرون فحوصات الدم والبول بشكل دوري تقريبا كل سنة أو سنتين، على أساس بس يتأكدون أنه ما في قصور حاصل بالكلى، وعشان يصيدون هالقصور المراحل الأولية ويكون أسهل للعلاج والتحكم فيه.
وهذا أفضل من أن يهملون هالفحوصات هذه إلى المراحل الأخيرة من المرض. نعم، هل هناك خلينا نقول مثلا عوامل خطر تزيد من مشاكل المرض أو القصور اللي ممكن يصيب الكلى مثلا؟ هناك عوامل تؤدي إلى زيادة خطورة حدوث مرض قصور وظائف الكلى. أهم هالعوامل هو عدم شرب السوائل خصوصا الماء بكمية كافية، خصوصا في فترة الصيف الجفاف اللي يحدث نتيجة الموضوع يؤدي إلى زيادة خطورة حدوث قصور في وظائف الكلى. مثل ما قلت سابقا ان الاسراف في اخذ بعض انواع الادويه مسكنات الالم، انا اخص مسكنات الالم هي مسكنات نسميها النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري ميديكيشنز او مسكنات الالم مضاده للالتهابات، هذه اذا اخذناها بكثره تضر بالكلى، فلازم نحاول نهتم ان ما ناخذ هالادويه بكثره الا عند الحاجه لان هذه تضر بالكلى. طبعا بخصوص الناس اللي يعانون من ارتفاع الضغط والسكر، إذا كانت معدلات الضغط والسكر مو طبيعية أو مو منتظمة بصفة دائمة هذه هم تضر بالكلى. أكو عوامل عامة تضر الجسم بشكل عام لكن هم لها تأثير غير مباشر على الكلى، مثل السمنة، التدخين، استهلاك ملح الطعام بصفة كبيرة بالأكل. نعم. هذه هم تؤدي إلى ارتفاع الضغط ما يؤدي إلى قصور في وظائف الكلى. هل يعد خلينا نقول القصور في أو يعني المرض في الكلية هو شيء وراثي؟ هل هناك مثلا، لأن احنا أحيانا نلاحظ عائلات يعني يصير فيهم أكثر من إصابة بين أفراد العائلة؟ بالضبط، شوف أغلب الأسباب أو الأمراض اللي تؤدي إلى قصور وظائف الكلى هي أمراض غير وراثية مثل ما قلت لك، غير وراثية الضغط. إيه، لكن هناك بعض أنواع الأمراض الوراثية اللي تسبب مشاكل أو قصور في الكلى مزمن العادة، تكون بسبب نتيجة طفرات في الجينات الوراثية. الحمد لله هذه الأمراض مو شائعة، تكون نادرة. عندنا بعض المرضى بالكويت يعانون من هالأمراض ونتابعهم مراكز الكلى المختلفة بالكويت. نوع واحد من الأنواع هو مرض احنا نسميه بولسيستيك كيدني ديزيز أو مرض تكيس الكلى. هذا مرض جيني ينتشر بأجيال من العائلة نفسها نتيجة حدوث طفرات وتؤدي إلى ارتفاع في الضغط وقصور في وظائف كلى، يتطور تدريجي وفي بعض الحالات يتطور إلى موضوع الفشل الكلوي. وهل هناك استعداد جيني عند البعض للإصابة بأمراض الكلى؟ بالتالي مثلا الفحص الوراثي فرضا خلينا نقول اللي هو يكون قبل الزواج يبين مثل هذا الشيء أو لا؟ لا، ما عندنا فحص جيني خاص يبين أن هناك خطورة عالية للإصابة بأمراض الكلى، إلا إذا مثل ما ذكرت كان بالعائلة ندري أن بتاريخ العائلة في مرض خاص وراثي اللي ذكرته. ذيك الساعة مرات نفحص الجينات للعائلة عشان بس نشوف إن أنا نقدر نسبة إصابة الأولاد أو البنات بال عشان يتم التدخل المبكر. بالضبط. طيب شنو هي النصائح اللي بشكل عام المفروض يتبعها الشخص حتى يعني يقلل من فرصة الإصابة بأمراض الكلى؟ طبعا دائما أنصح الناس خصوصا اللي يعانون من مشاكل أمراض مزمنة سواء بالقلب أو السكر والضغط بالمحافظة على شرب السوائل والابتعاد عن الجفاف خصوصا في وسط الصيف. كذلك أن أنصحهم مثل ما قلت بعدم الإسراف في أخذ بعض أنواع المسكنات، تقليل من نسبة ملح الطعام، من استهلاك ملح الطعام أو الملح الأبيض اللي احنا نسميه بالأكل، ومو شرط الملح اللي بس نضيفه على الطبخ، حتى الأكلات المالحة أو اللي تحتوي على نسبة صوديوم عالية مثل المعلبات، أنواع الأجبان المالحة مثل هالأمثلة، أي شيء فيها زيادة ملوحة. بالضبط، هذه نقلل شوية منها لأن الدراسات بينت أن حتى الإنسان اللي ما عنده أمراض مزمنة فيه فرصة أكبر أنه يحدث فيه ارتفاع في الضغط ومشاكل بالكلى إذا استهلك الملح بصفة بكميات كثيرة. دكتور ذكرت السوائل أكثر من مرة، البعض لعل ما يحب يشرب الماء، وإحنا نشوف يعني هذه حالات موجودة فعلا، أنا شخصيا أعرف أكثر من شخص يعني هالموضوع، فهل العصائر مثلا تفي بالغرض ولا لازم الماء؟ العصائر عبارة عن سوائل صح، لكن في مشكلة بالعصائر خصوصا أن ترفع السكر، أغلب العصائر يكون فيها نسبة كبيرة من محلى السكر، فأنت إذا إحنا إذا مثلا ننصح أن الواحد باليوم يشرب لتر ونص أو لترين، إذا استهلك كمية كبيرة من العصائر بهالكمية هذه راح يرتفع عنده السكر خصوصا إذا يعاني مشاكل بالسكر. بعض أنواع العصائر شوي تكون ثقيلة مو خفيفة نفس الماء، تسبب انتفاخات أو تسبب مرات مشاكل بالجهاز الهضمي،
فأحس أنه صعبة أن تستهلك هالكمية اللي دائما ننصح فيها عن طريق بس العصائر. واحدة من النصائح اللي أنا أعطيها حق الناس اللي مثلا ما يستسيغون طعم الماي، أكو أنواع من الماي تكون محلات من غير سكر. نعم. أو من غير سعرات حرارية. هذه يقدرون يجربونها. وهذه تقدر تغنيهم عن شرب الماء العادي بنفس الوقت تعطيهم كمية السوائل المطلوبة. طيب لما نقول إن في قصور في وظائف الكلى وأحيانا نقول فشل كلوي، في فرق بينهم؟ مثل ما قلنا قصور وظائف الكلى المزمن يتطور مع الوقت خلال سنين ويمر بدرجات، درجة أولى ثانية ثالثة. الفشل الكلوي هو آخر مرحلة من مراحل قصور وظائف الكلى اللي يكون فيها الكلى مو قادرة أن تقوم بدورها بوظائفها، اللي يسوون غسيل وكذا. نحتاج بديل أو آلية ثانية تقوم وظيفة الكلى، وهذه الآلية الثانية هي عبارة عن يا غسيل الكلى أو زراعة الكلى. طيب هل فعلا ان الانسان يقدر يعيش بكليه واحده مثل ما يقولون؟ بالضبط. طبعا الله سبحانه وتعالى خلقنا بكليتين واعطانا القدره ان نعيش بكليه واحده، عشان كذي نقدر نقول ان الانسان يقدر يتبرع بكليه ويعيش بحاله طبيعيه. الدراسات بينت ان المتبرع ما يكون عندهم أضرار كبيرة إذا 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 عاشوا كلية واحدة، خصوصا إذا ما كانت عندهم أمراض مزمنة وقت تبرعهم بالكلية. نعم. طيب غير استبدال الكلية من متبرع مثلا من العائلة أو شيء، إحنا نعرف أيضا أن في غسيل كلوي، هل هناك طرق أخرى فعالة ولا فقط يقتصر الموضوع يما استبدال أو غسيل؟ هو بالوقت الحالي علاجات، أول شيء لازم بالوقت الحالي المتوفر بس هو يا غسيل الكلى أو زراعة الكلى. أنا بس حاب أوضح أن غسيل الكلى هو مو علاج للكلى، هو بس آلية تقوم محل الكلى. الهدف الأساسي أو الهدف النهائي لأي مريض يعاني من الفشل الكلى لحد ما يلقى هو زراعة الكلى. بس حبيت أوضح أن الحين الأخبار الأخيرة طالع عن وجود الكلية الصناعية أو الارتفيشل بايو كيدني، هذا ابتكار تم اختراعه عن طريق الباحثين بين جامعة سان فرانسيسكو، يونيفرسيتي كوليدج اوف سان فرانسيسكو وفاندربلت يونيفرسيتي. هذا الابتكار صار له سنين الحين، لكن للحين في مراحل الأولية من الأبحاث. النوع من العلاجات يحتاج أبحاث على نسبة كبيرة أو أعداد كبيرة من المرضى لفترات طويلة عشان نشيك فعاليتها وآثارها الجانبية. للحين هالابتكار هذا ما طبق بشكل فعلي في علاجات الكلى، هو للحين في المراحل الأولية من الأبحاث. فوايد مرضى يسألون عن هالابتكار، بس للأسف إن للحين ما وصلنا، لكن هناك تقدم كبير في هالمجال وإن شاء الله بالسنين الجاية نشوف نتائج هالابحاث. الله يعينهم طبعا. بس قبل الختام يمكن نذكر بطرق الوقاية من الإصابة بأمراض الكلى بشكل عام. طبعا أشدد على المحافظة على شرب السوائل، الابتعاد عن الجفاف، تقليل نسبة الصوديوم أو الملح الطعام بالأكل، وعدم الإسراف في أخذ بعض أنواع مسكنات الألم والمضادات الحيوية كذلك. الله يعطيك العافية دكتور، شكرا لك على حضورك. فكل الشكر والتقدير لضيفنا الدكتور حمد مهدي بابهاني، اختصاصي أمراض باطنية وأمراض الكلى وضغط الدم في مستشفى جابر الأحمد. الآن ننتقل إلى زميلنا نجيب القحطاني ولقاء حول النظام الإلكتروني للتفتيش والمخالفات في إدارة المراقبة التجارية بوزارة التجارة والصناعة، خليكم معنا. جولات. نحن اليوم موجودين في إدارة الرقابة التجارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والحديث حول النظام الإلكتروني للتفتيش والمخالفات، وكذلك نتكلم عن الشكوى عبر طريق الواتساب والخط الساخن 135 وعن طريق البوابة الرقمية. لكن نتكلم أكثر وأكثر عن هذا الموضوع معنا الأستاذ مراحب الجار الله مراقب المتابعة والتنسيق في إدارة الرقابة التجارية. أستاذ مراحب، صباحك الله بالخير ويعطيك العافية. يا هلا، صباح النور، الله يعافيك وحياكم الله في إدارة الرقابة التجارية. سيدي مرحب بما احنا موجودين في إدارة الرقابة التجارية، عندكم موضوع مهم جدا وهو ما هو برنامج إدارة الرقابة التجارية ولديكم جهات تم الربط معه. بالنسبة حق برنامج إدارة الرقابة التجارية هو ينقسم إلى قسمان. القسم الأول يختص بالمحاضر الإلكترونية، وهي يتم تطبيقها عن طريق أجهزة الآيباد أو التابلت، تم توزيعها على مفتشين إدارة الرقابة التجارية
وتدريبهم على النظام بشكل دقيق. بالنسبة حق الشق الثاني في البرنامج وهو عبارة عن استقبال الشكاوى عن طريق مركز اتصال 135 وعن طريق الواتساب 55135135 وأيضا ممكن استقبال الشكاوى عن طريق موقع وزارة التجارة والصناعة والحضور الشخصي للمستهلك. لو نتكلم عن الجهات اللي تم ربطها معكم خلال عملكم في إدارة الرغبة التجارية. بالنسبة حق الجهات اللي تم الربط معها هي إدارة الشركات في وزارة التجارة والصناعة، استدعاء بيانات الشركات في حالة المخالفات التجارية، وأيضا الربط مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية باستدعاء بيانات الأشخاص وأصحاب الرخص التجارية والمخالفين. ونحن الآن في صدد الربط مع النيابة التجارية لمعرفة أرقام القضايا التابعة لأرقام المحاضر. كذلك نتكلم عن كيفية الاستفادة من النظام للمستهلك وأصحاب الرخص التجارية. بالنسبة حق النظام، هو طبعا النظام الإلكتروني أسهل بشكل كبير من النظام الورقي السابق. في السابق كان اللي هو أصحاب الشكاوى أو المخالفين يجون ويراجعون إدارة الرقابة التجارية، أما الآن يقدر بعد المصادقة على تطبيق هويتي يدخل على نظام إدارة الرقابة التجارية ويستطيع تتبع الشكاوى وتتبع المخالفات اللي عليه ويشوف شنو آخر إجراء تم عليها. وفي شغلة ثانية هم تهم المخالفين، في حال وجود مخالفة على أشخاص أفراد أو مؤسسات أو شركات يستطيع تقديم إعفاء من مخالفة، طبعا في حال إزالة أسباب المخالفة عن طريق هذا النظام. يعطيك العافية السادة، مرحب الجار الله مراقب المتابعة والتنسيق في إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة، شكرا جزيلا. شكرا، الله يعافيك. هلا فيك. رحب في الأستاذ أحمد العيسى رئيس فريق طوارئ الصديق بوزارة التجارة والصناعة للرقابة التجارية. أستاذ أحمد، ودنا نتكلم عن يعني جولتكم التفتيشية وعن يعني تحرير المحضر الإلكتروني. السلام عليكم، يعطيكم العافية، مشكورين على الاستضافة. المحاضر الإلكترونية سابقا كنا دائما نسجل بالورقي، يطول علينا ساعات، نغلط في كلمة ولا شيء نضطر أن نعيد المحضر. الآن المحضر الإلكتروني سهل علي وايد أمور. أول شيء سرع لي بالمعاملة، أقدر أكتب اللي أبي، أضيف اللي أبي، قاعد ياخذ معاي حيز أكثر أني أنا أوثق المخالفة بالطريقة الصحيحة، قاعد يحضر لي القوانين حتى لو غلطت بالقانون أو أني نسيت كلمة من القانون أو شيء أبي أسترجعها، راح يكون واضح عندي وموجود وسهل. يعني هذا الودح كذلك نتكلم عن ما هي المميزات للمحضر الإلكتروني كذلك كل المفتشين والمسؤولين. مميزات المحضر الإلكتروني، أول شيء يسهل علي إتمام المحضر، ثاني شغلة يوفر لي جميع القوانين اللي أحتاجها، سرعة الكتابة، سرعة الإنجاز فيه. مجرد ما يسجل المحضر المفتش راح يظهر تلقائي عند رئيس النوبة أو الرئيس المباشر للمفتش، يطلع عليه، لو كان في خطأ يمديهم يتداركونه وهم المفتشين في أثناء جولتهم التفتيشية. بالسابق يعني بالسابق كانت الكتابة وتكتب ولازم في أوراق وفي بعض الأمور والتوقيعات، لكن الحين خلينا نتكلم هو التفتيش الإلكتروني سهل عليكم أمور كثيرة. مثل ما قلت لك وفر علي الوقت، وفر علي الجهد، وفر علي الخطأ، نبهني لو أني نسيت شيء من القانون أقدر أستذكره بسرعة لأنه موجود عندي إلكترونيا. الورقي كان بعد ما يرجعون المفتشين ويرجعون مكاتبهم من جولاتهم التفتيشية يضطرون أنه يتابعون المحضر ويشوفون إذا في خطأ أو لا، لكن الآن بالنسبة للإلكتروني عطاني مجال أني أنا أتابع المحضر وأنا في مكتبي والشباب في الجولات التفتيشية أتابع لو كان في خطأ أو ناسين شيء أذكرهم عليه ويمديهم يستذكرونه. يعني تقدرون تأخذوا مثلا صورة فيديو تحتفظون في المحضر الإلكتروني، هذا يساعدكم وايد. طبعا المحضر الإلكتروني عطاني مجال أني أنا أضيف مذكرات تحريز، توثيق المخالفة، أي شيء أبي أضيفه، أي مستند أحتاجه سهل علي الإلكتروني أني أنا أضيفه وموجود عندي في نفس ذاكرة الجهاز اللي أنا قاعد أستخدمه. مجرد ما أصعد له استمرار راح يصعد القانون اللي أبيه أو الورقة اللي أبيها بكل سهولة.
خلينا نتكلم اكثر المخالفات اللي تواجهونها خلال جولاتكم التفتيشيه في جميع، خلينا نتكلم في جميع المحافظات. خلينا نتكلم عن كونك انت رئيس مركز الصديق للرغابه التجاريه. المخالفات كثيره، قوانين وزاره التجاره تقريبا شملت جميع المحال التجاريه وشنو المفروض انها تتبع او انها توخر عنه. حاليا السوق وايد فيه من البضايع المقلدة، وحاليا قاعد نحاربها بشكل كبير لأن تفاقم هذا الشيء داخل السوق المحلي. فحاليا قاعدين أكثر المراقبة الآن على البضايع المقلدة. في بعض المحال تكون موسمية قبل عيد قبل رمضان، هني هذه المواد الغذائية نكثر عليها التفتيش. هذا ما 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 يمنع ان نداوم عليها بين فتره وفتره ان نراقبها ونتابعها، لكن في اشياء اساسيه نتابعها في الاوقات الموسميه وفي اشياء لا مستمره على طول ان نتابعها. شنو ودك تقدم نصيحه للمواطنين والمقيمين خلال جولاتكم التفتيشيه تلاحظون انتم؟ احرص على انك تاخذ السلعه الاصليه، ثاني شيء احفظ حقك كثر ما تقدر علشان لما تقدم شكوى عند مفتشين وزارة التجارة يقدرون يردون لك حقك بكل سهولة، ما يتعصلق وياهم شيء أو يكون صعب عليهم أن يردونه لأنك أنت ضيعت حقك. أهم حق من حقوق المستهلك أخذ فاتورة فيها البيانات الكاملة اللي يحتاجها المستهلك على العينة أو عفوا على السلعة اللي شراها. شريت سلعة خليه يكتب لك فاتورة، شنو السلعة، كم سعرها، ومتى شريتها ومن وين، عشان لما تقدم شكوى يكون علينا سهل ان احنا نرد حقك وما نقصر وياك. يعطيك العافية السيد أحمد العيسى رئيس فريق طوارئ الصديق بوزارة التجارة والصناعة للرغابة التجارية. مشاهدي الكرام، كنا معكم في هذه الجولة التفتيشية في إدارة الرغابة التجارية. راح نرجع للزملاء الاستديو لتكملة فقرات برنامج صباح خير. لكم الهواء، تفضلوا. حياكم الله من جديد. تعددت الآراء حول استخدامات المضادات الحيوية، هناك من يؤكد عدم تناولها إلا عند الضرورة، وناس ثانيين يتناولونها بشكل عشوائي، ويجب معرفة متى تناول المضادات الحيوية ومتى نرفضها. وتشير الدراسات إلى أن الإكثار من هذه المضادات أسهم في خلق أنواع من البكتيريا لا تستجيب للعقاقير أو الأدوية كما يقال التي توصف لقتلها. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالدكتور أنوار النجار استشاري طب عائلة. يا حياك الله والساعة المباركة. الله يحييك، صحتك أبرك حبيبتي. والله سلمك وحفظك دكتور أنوار. يمكن هذا النوع من الدواء اللي هو المضاد الحيوي ابتكار عظيم جدا، خلق حتى يعني يشافي المرضى وأحيى كثير من المرضى صراحة بعد عناء المرض وغيره. لكن خلينا نوضح للسادة المشاهدين شن هي المضادات الحيوية. المضاد الحيوي طبعا هو دواء يستخدم في قتل الميكروبات. لما احنا نتكلم عن الميكروبات الموجودة عندنا يا اما بكتيريا يا اما فيروسات يا اما فطريات وانواع اخرى. طبعا احنا لما نتكلم عن المضاد الحيوي البكتيريا طبعا معظم المضادات تقتل البكتيريا صح. وتعالج البكتيريا. طبعا في اجهزه معينه في الجسم ولكل جهاز في مثلا مضادات حيويه افضل من غيرها. بالنسبه للفيروسات طبعا ما في عندنا مضادات كثيره ضد الفيروسات. السبب ان اولا الفيروسات الخطره اللي كانت تقتل الانسان قدرنا نقضي عليها عن طريق التطعيم. فالتطعيمات حمت الإنسان من كثير من الفيروسات اللي كانت تقتل، مثل شلل الأطفال، مثل بعض أنواع مثلا الأمراض المعدية، فغطى الإنفلونزا مثلا فغطيناها عن طريق التطعيمات. بقيت أنواع بسيطة يستطيع الجسم أنه هو يقاومها بمناعته وبالأشياء اللي إحنا نسويها البسيطة. فلذلك ما في مضادات حيوية كثيرة. كذلك الفيروسات طبيعتها تغير تتحور على طول، تغير من شكلها، فما في مضاد حيوي أنا أقدر أغيره كل شوي على حسب تغيير
الفيروس، فعلشان كذي ما عندنا مضادات للفيروسات كثيرة، في أنواع بسيطة نستخدمها لأنواع معينة من الفيروسات. بالنسبة للفطريات طبعا هم في كذا نوع من أنواع المضادات الحيوية لقتل الفطريات في أجهزة معينة في أماكن معينة لحاجات معينة. لكن الأمراض الخطيرة اللي كانت تصيب الإنسان قدرنا التحكم فيها بوسيلتين، واحدة المضاد الحيوي، اثنين بالتطعيمات اللي صارت موجودة. جميل جدا هذا التوضيح حتى يصل للكثيرين، تكون معلومة للكثير من المشاهدين وتكون لنا أيضا كذلك. دكتور أنوار، تلعب المضادات بلا شك في علاج الكثير من الأمراض ولها دور مهم، خلينا نتكلم عن هذا الموضوع تحديدا، وشو الأمراض اللي ممكن تساهم في علاجها؟ طبعا المضادات الحيوية لما تم اختراعها أنقذت حياة البشرية، يعني من 1930 أول مضاد حيوي اللي هو البنسلين كان من أفضل الاختراعات، أنقذ حياة الكثيرين على مدى هذه السنين. وبدت تتطور أنواع المضادات الحيوية على حسب الأنواع البكتيريا والميكروبات اللي تطلع، وإحنا نتكلم أكثر شيء عن البكتيريا. طبعا لازم نعرف ان اكثر شيء يحوشنا في الجسم هي الفيروسات، صحيح. البكتيريا قليل ما تحوشنا، فعلشان كذي احنا مو دائما نحتاج المضاد الحيوي مع اهميه المضاد الحيوي. فالالتهابات اللي تكون تحتاج مضاد حيوي، مثلا التهابات الرئويه، التهابات تكوين في المسالك البوليه، ممكن التهابات تصير في اغشيه الدماغ، ممكن حتى مثلا الجيوب الانفيه، بعض الانواع لكن مو جميعها. لازم نعرف مثلا التهاب الامراض او الميكروبات اللي تحوش الجهاز الهضمي بالعاده ما تكون بكتيريا، تكون عادة فيروسز، فأكثر من 90% هي فيروسات وحتى باقي الأعضاء. فلذلك إحنا نقول إن ما نحتاج دائما المضاد الحيوي، في أغلب الأحيان 90% أو أكثر هي فيروسات. لكن في علاجات أمراض معينة نحتاج المضاد الحيوي. يعني لازم نوضح أيضا هذه الصورة، إن أخذ المضاد الحيوي لعلاج البكتيريا وليس للفيروسات. نعم. طيب، لكل دواء دكتور خلينا نقول آثار جانبية، صح. بلا شك، يعني ما في دواء ناخذه يعالج شيء لابد له آثار جانبية ممكن يؤدي شيء آخر، صحيح. خلينا نتكلم عن المضاد الحيوي، في استخدام المضاد الحيوي ممكن يستخدمه بطريقة خطأ مثلا، صحيح. ممكن يؤثر على الشخص نفسه. طبعا اول شيء، اول خطر او اول سايد افكت او اثار جانبيه ويشوفونها اولياء الامور بالاطفال بشكل كبير هو تكرمين الاسهال ما بعد اخذ مضاد حيوي. حيوي. السبب شنو؟ ان احنا عندنا بكتيريا مفيده وميكروبات مفيده في الجسم، صحيح. موجوده نسميها النورمال فلورا اللي هي موجوده علشان تحمينا. لما احنا ناخذ المضاد الحيوي معناته احنا مو بس راح نقتل الميكروب السيء او الشرير، راح نقتل حتى الجيد، فراح يصير عندنا ردة فعل من الجسم بتكرمين الإسهال. بالمقابل لو تركنا ممكن المرض من غير المضاد الحيوي، ممكن مناعة الجسم تقاوم هذا المرض ويصير عنده مناعة مستقبلية ضد هذا المرض. كذلك ممكن طبعا استخدامات المضاد الحيوي بكثرة وبشكل مستمر وكل شوي أخذ مضاد حيوي راح يسبب لنا ميكروبات أو بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، وهذا من أخطر الأشياء. وقاعدة راح يعني متوقع أنه راح تسوي مثل ما أنقذ المضاد الحيوي الكثيرين، راح يصير ردة فعل عكسية من الميكروبات والبكتيريا، راح يصير قتل عدد كبير من الناس بسبب مقاومة المضاد الحيوي. كذلك أثرها على الكلى، لأن الكلى والكبد هي اللي ممكن تصفي أنواع معينة من المضادات الحيوية. كل هذه راح تكون آثار جانبية من المضاد الحيوي وسوء استخدام المضاد الحيوي. طيب هذا بيرني حق سؤال، يعني إحنا لطالما قاعد نقتل مثلا بكتيريا معينة ما نبيها من خلال المضاد الحيوي، أيضا هناك بكتيريا جدا جيدة للجسم يحتاجها، فبالتالي مع استخدام المضادات الحيوية وكثرتها ممكن احنا نكسب هذه البكتيريا اللي موجودة بالجسم مناعة ضد تقبل هذه الأدوية أو غيرها، هل صحيح هذا الكلام دكتور؟ بالضبط، يعني هذا اللي يصير لما احنا نستخدمها بشكل مستمر وبدون حاجة يعني صحيحة، وراح يصير معنا أنواع من البكتيريا راح تكون مقاومة للمضادات الحيوية، مو الجسم اللي قاوم، هي البكتيريا
هي اللي تقاوم، ما تستقبل او ما تتفاعل، ما تتفاعل، فراح ينتج عنا ان احنا الحين عندنا اعداد كثيره من المضادات الحيويه اللي نقدر نستخدمها، لكن مع الوقت راح نصير ان ما عندنا مضادات نعالج فيها الناس، بالذات الفئات اللي تكون خطره، يعني مثلا كبار السن اللي عندهم امراض مزمنه، اللي عندهم مشاكل صحيه معينه، راح اكون انا مو قادر اعالجهم. اللي عندهم مثلا نقص في المناعه لاسباب، مثلا ياخذون ادويه معينه تسبب لهم نقص مناعه، اللي عندهم مثلا الاتش اي في او مرض الايدز، هذول الناس عندهم نقص مناعه، فانا ما اقدر اعالجهم بسبب وجود بكتيريا مقاومه. والحين صار في عندنا انواع قامت تهجم حتى على المستشفيات، وصار عندنا يعني تشوفين ساعات يقول لك في مريض معزول لانه عنده مثلا نوع من انواع البكتيريا مقاومه للمضادات الحيويه، يخافون تنتشر للناس. وهذا الخوف ان انت الحين ما عندك يعني انت ما تعرضت لها البكتيريا، او جسمك ما صار عندها البكتيريا هذه المقاومه، لكن اذا تشكل عندنا البكتيريا هذه من الناس، صار المجتمع كله عنده بكتيريا مقاومه للمضادات الحيويه، راح يصيرون عيالنا في المستقبل ما يلقون مضاد حيوي يعالجهم من أبسط أنواع الأمراض اللي ممكن كانت تتعالج بشكل بسيط بالمضاد الحيوي. يا ساتر دكتورة. أي نخرع الناس، بس إنه علشان نبيهم شوي يعرفون إن المضاد الحيوي صدق مو لعبة. يعني في دول علشان يأخذون المضاد الحيوي يعني تلقينهم مستحيل، يعني شيء صعب جدا. أتوقع كثير من الناس لما يسافرون برا يشوفون هالشيء يقولون والله دكتورة إلا بوصفة، ويتلقين الدكتور ويدخل على الطبيب والطبيب ما يعطي. يقولون يعني احنا مستغربين، وفي منهم يعني يقولون يونا يقولون دكتوره نبي ناخذ ويانا عشان هناك ما يعطون. غلط اللي قاعد تسوونه، غلط. صح، عشان كذي احنا دائما نلاحظ بعض المرضى يدخلون على الطبيب نبي مضاد حيوي. سيده انت داخل على الطبيب تشخص نفسك بنفسك، ما يصير. فيعني ليش هذا المنظور او المفهوم عند بعض المرضى؟ شنو اللي لازم يفهمونه او شنو لازم يستوعبونه او يوصل لهم اياه الطبيب المعالج في هذه النقطه؟ طبعا هم خوفهم من الحراره، وصار عندنا مثل ما تقولين تقليد او عادات او تقاليد خوف من وجود الحراره. الحراره هي رده فعل من الجسم انه قاعد يقاوم المرض. صح. فاحنا ما في داعي ان احنا نصير بزياده نخاف من الحراره. الحراره هذه ممكن ان انا اتعامل معاها بادويه خافضه للحراره، اما المضاد الحيوي ما راح يقلل الحراره هذه. يعني حتى وجد ان لو مثلا اللوز، التهاب اللوز، لو انا اعطيت المضاد الحيوي كل الفرق في المرض كله راح يكون من 12 ساعه الى 24 ساعه الفرق في شده المرض. يعني انا مو معقوله ان انا اعطي طفل مضاد حيوي علشان مجرد 12 الى 24 ساعه، بالمقابل انا عندي ادويه ثانيه تنزل الحراره وتتحكم فيها من غير اي مشاكل. فلا تخافون من الحرارة، لا تخافون من الأشياء اللي تشوفونها. يعني أنت لما تشوف طفلك عنده حرارة، عطى خافض الحرارة، عطى سوائل مثل الماء مثلا، وهذا وايد مهم، أعطيه مثلا أغذية تعطي القوة مثل شوربة الدياي، مثل الأشياء اللي تعطيه قوة ومناعة، تشد عودة من داخل. تشد عودة بالضبط. وأتابع الطفل، يعني أراقبه، أشوف نشاطه، أشوف أكله، أشوف حركته. طالما الأمور مستقرة والحرارة تنزل، ولا تتوقعون عطيتها الحين الأدول نص ساعة دكتورة ما نزلت الحرارة عقب نص ساعة، لا، على الأقل يبينا ساعة إلى ساعتين علشان الحرارة تنزل. فننتظر، نعطي المرض وقته ونعطي الدواء وقته، وإذا نزلت الحرارة واحتجت كل أربع ساعات في أي اليوم الأول والتقريبا الثاني فالوضع مستقر. متى تروح للطبيب؟ لما تشوفين الحرارة بزيادة عالية، تشوفين ما قاعد تنزل الحرارة مع خافضات الحرارة، تشوفين الطفل بدأ يصير معه جفاف، يعني مثلا شفايفه نشفت، تشوفينه بدأت عيونه تغورق، تشوفين خلاص يعني خق الياهل، هني احنا نخاف. طبعا طفل أقل من 3 شهور معه حرارة، لا، هذا لازم يروح الطبيب. لكن احنا نقول عن الفئة اللي أكثر من 3 شهور نقدر أن احنا نتعامل معه في البيت، وننتظر على المرض علشان جسمه يبتدي يصير في مقاومه ضد الاشياء والامراض اللي ممكن جسمه يقاومها وبشكل فعال. يعني هذا الكلام ضروري خاصه بهذه الفتره، شوي تغيير الجو والبروده والانفلونزا اللي شوي ماخذ اليهال بسم الله عليهم والناس حتى الكبار، فضروري يستوعبون هذا الكلام حتى لا نروح نركض على المضاد الحيوي وناخذ اشياء ممكن تسيء للجسد اكثر مما تفيده. هذا بيرني حق سؤال ثاني كذلك دكتور. أنا خذيت المضاد الحيوي، عاد الحين باخذ بهالساعة لازم انتظم بعد 6 ساعات، 8 ساعات، 12 ساعة،
ناس تاخذ وما تنتظم، او من اول 3 ايام ما تكمل الكورس انا صرت زين خلاص اقط الحبوب ما اكملها. مدى خطورة عدم الانتظام في اخذ المضاد الحيوي؟ إذا إحنا عارفين الحين الحمد لله الطب والعلم صار فيه مضادات حيوية سهلة، يعني مرة باليوم مثلا، بالكثير مرتين باليوم. كان قبل فيه لي كل 6 ساعات وكل 8 ساعات، كان شوية الموضوع صعب. لكن الحين الأمور صارت الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى والعلم والطب، صارت الأمور أبسط. فإحنا لما نلتزم بالمضاد الحيوي وايد مهم إن إحنا ما ممكن شوية إحنا مغيرين الوقت، ممكن هي 5 أيام مثلا على حسب الدواء، في أدوية 3 أيام، في أدوية 5 أيام، أسبوع. حاول انك انت تنتظم في العلاج في هذه الفتره. اذا عندك طفل عطاك الدكتور جرعه معينه للمضاد الحيوي لا تنقصينها، تخافين تقولين والله لا كنا 5 ملي وايد على الياهل، خل اعطيه 3.5، خل اعطيه 4. المشكله انك انت قاعده تخلين الجرعه هذه القليله تخلين البكتيريا هذه الميكروبات تقاوم اكثر المضاد الحيوي، ولدك راح اي فتره ما يستجيب للمضاد الحيوي. كذلك عدد الايام مهم ان انا اخلص عدد الايام مثل ما قال الدكتور، لا انقص ولا ازود لنفس السبب، ان ما نخلق ميكروبات وبكتيريا مقاومه للمضاد الحيوي، وبالتالي عيالنا بعدين راح يعانون، كبار السن راح يعانون. فنلتزم بالمضاد الحيوي وبوقته. واذا انت عارف نفسك ما تلتزم عدل، قول حق الدكتور انا والله ابي مضاد مثلا مرة باليوم مثلا كل 12 ساعة، راح تصير أمورك وايد أفضل، وايد أسهل تقدر تلتزم بشكل زين. جميل جدا هذا الكلام، ولابد أنه يؤخذ بعين الاعتبار خاصة في استخدام المضادات الحيوية، ولا نطلبها من كيفنا، خلي الدكتور يوصفها في حال حدوث أي مثلا نقول جديد على البكتيريا في الجسد مو الفيروس، فندير بالنا في هذا الموضوع. شكرا لك دكتورة، شرفتينا في صباح الخير يا كويت. الله يسلمك، الله يعافيك حبيبتي، والله أنا تشرفت فيكم. ساعة المباركة وجودك معنا في صباح الخير يا كويت. شكرا جزيلا للدكتور أنوار النجار استشاري طب العائلة. مع هذا الكلام الطيب وجودها معنا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا اليوم في صباح الخير يا كويت، ونشوفكم على خير ومع السلامة.